والسكر الكاذب. السكر العادي تايب 2 ان الانسولين يرتفع ياخذ السكر يبي يقطهم بالخلايا، ولكن الخلايا ما تفتح فهني يصير مقاومه انسولين. اما السكر الكاذب يعطي نفس اعراض السكر العادي ولكن هو ما في سكر، هو 100%. شنو الاعراض هذه؟ كثره التبول، 24 ساعه بيروح الحمام. ويا ناس ما عندهم مرض سكر عندهم خلل الحين بقوله، واعطوهم اوبر واعطوهم ادويه. خل اقول لكم السكر الكاذب، شفتوا خده النخاميه تفرز هرمون ADH، هذا الهرمون اسمه مضاد لإدرار البول. هذا الهرمون يروح حق الكلتين يقول لها لا تطلعين الماي. وين المشكلة؟ يكون مشكلة خلل بالقدة النخامية ما تفرز هرمون ADH، وبعدها ما تي رسالة عند الكلتين تقول لها احتفظي بالماي. وإذا شفنا بالتحليل والله الغدة النخامية زينة والـ ADH 100%، يكون عندنا مشكلة بالكلتين، إن الكلتين ما تستقبل الـ ADH، يعني ما تستجيب له، وبعدها بول 24 ساعة. راح أطلب لكم العلاجات مساعدة.